ولمشاهدينا مع فقرة العربية نت، وتنضم إلينا في الاستوديو زميلتنا هبة فارس. صباح الخير يا هبة. صباح الورد سارة ومهيرة. يبدو أنه التوجه الجديد أنه البنات صاروا حيرفضوا الشخص المدخن، وفي دراسات عن الموضوع تحديدا في السعودية تحدثينا عنها. صحيح، في باحثين أجروا دراسات خصوصا في منطقة المدينة المنورة، وجدوا أنه نسبة 40% من الفتيات في منطقة المدينة بيرفضوا الزواج بالرجل المدخن. طبعا في كثير من دراسات أكدت أنه التدخين أصبح أحد أسباب أيضا الطلاق. في المحكمة العامة في المدينة المنورة في 100 دعوة طلاق للانفصال عن الرجل المدخن. الكثير من الفتيات تحدثوا على أنه سبب من الأسباب هي الأعراض الصحية سواء للمدخن، أيضا تأثير سواء إذا كان في أطفال. أخصائيين نفسيين وجدوا أنه كمان الرجل المدخن بيأثر على العائلة بسبب سلوكياته السلبية. صحيح. عصبيته، توتره، أحيانا مظهره غير يعني ما بيهتم بمظهره الخارجي زي الرجل الغير مدخن. أيضا في كثير من الشباب يتوجهوا لمكافحة التدخين أو عيادات مكافحة التدخين خوفا من عزوف الفتيات عن الزواج فيهم، وأيضا بسبب نظرة المجتمع والأهل للمدخن. يعني بدوا يخافوا. سمعنا خبر أنه في وحدة طلبت تتطلق من زوجها لأنه مدخن. يعني صحيح. ما أعرف لو عكسوا الدراسة وشافوا الرجال قديش يتقبلوا أنه الزوجة تكون مدخنة، يمكن تكون النتيجة 99 عشان احنا ديمقراطيين. خليها 99. طيب ننتقل اذا لموضوع اخر. الموضوع الاخر هو نجوم تركيا، يبدو انه بداوا حمله لنجوم تركيا بيتكفلوا بعلاج الاطفال المصابين بالسرطان، يعني ليس فقط انه جمع تبرعات او كده، يعني يمكن اخذوها الخطوه اللي بعدها كمان. هي حمله يعني قرروا نجوم تركيا لعام 2013 بتخصيص مرتب او ما بيتقاضوه بالشهر يصرف على علاج مصابين مرضى سرطان الدم من الاطفال. افتتحت هالسنه اللي هي الممثله بيرين سات فاطمه او بطله مسلسل فاطمه، حتخصص اول شهر من السنه حتتقمص شخصيه. هم النجوم في هذه الحمله ما بيكونوا بشخصيتهم كنجوم، بيتقمصوا الشخصيات رسوم متحركه محببه للاطفال. بيرين حتكون اميره الثلج او سنو وايت. ايضا سلطانه هيام في حريم السلطان حتاخذ شهر من السنه وحتتقمص شخصيه عروس البحر. ايضا فنان في حريم السلطان بالي بيك حيكون احد النجوم المشاركين. طبعا كثير اعتبروا انه الحمله هذه هدفها انساني وليس مادي، كون انه بيزوروا الاطفال بيعايشوهم غير انهم مش بس ماديا. طبعا في الواقع الفني في تركيا بيهتموا كثير بالجوانب الانسانيه والثقافيه لتعزيز نجوميتهم، مش فقط انه مجرد انهم نجوم. مهند موجود بينهم ولا خلاص بطل نجم من نجوم تركيا؟ حاليا ما بنعرف، يعني بدنا نسال اذا. طيب. مهند ما سالي لي. طيب يمكن تعمل زياره كمان. خلينا ننتقل الى ثالث مواضيعنا اليوم واخرها. يبدو انه ناسا عندها خطط انها تحتل كوكب ثاني. ناسا عندها خطة في كوكب الظاهر أنه عجبهم، فحبوا يضموا لوكالة تابعة لناسا بتدور حول القمر. هي الخطة أنه يصطادوا كوكب صغير حجمه بحجم حافلتين من دورين للركاب، بيوصل تقريبا 500 طن. الاصطياد حيكون بالطريقة التالية، هم حيرسلوا كبسولات تسمى كبسولة اختطاف، حتقترب من هالكوكب بعدين حتضمه في حقيبة كبيرة أو حقيبة مستديرة. الحقيبة هذه حتغلق عليه وبعدين حتقربوا من الوكالة المطلوب أنهم يعني يصطادوا فيها. طبعا التكلفة حتوصل لـ2 مليار ونص دولار، بيستنوا موافقة البيت الأبيض ليبتوا بالموضوع. أتمنى أنه يرفض الصراحة، يعني أعتقد في طرق أفضل لنصرف مليارين ونص. لا والله يستر يطلع هذا الكوكب فيه سكان والسكان يهجموا علينا ويزعلوا ويلا. أكثر فيلم ستار وورز على فكرة. شكرا. هذا السيناريو الثاني. شكرا أكيد للزميلة هبة فارس من العربية نت لتواجدك معنا اليوم. شكرا مهيرة أستاذة.